الجوامع تسكر والكعبة تسكر والمدينة المنورة تسكر والمسجد الأقصى يسكر، هو شو معنى الكلام؟ شو معنى الكلام؟ الإنسان المادي الظاهر يقول لك تعقيم ما تعقيم، أيوة ماشي، بس اللي بيفهم عن الله وعن مراد الله فاهم شو يعني تسكر الباب وجه واحد تقول له ما تيجي؟ انت فاهم شو يعني الجمعة الجاي اذن وما فيش جوامع؟ انت فاهم شو معناها؟ فاهم لما ربك يروح الامة كلها بديش اشوف ولا واحد منكم، يلا قوم روحوا، بديش ولا واحد اشوفه منكم، ولا واحد يظل قاعد عندي، انت فاهم شو معناها؟ لما بيكون مسؤول بده يفوت واحد لعنده بحط اسمه عند السكرتير، بس يجي فلان انا باجتماع، انا مشغول، انا طالع، انا راجع، انا مسافر، انا كذا، عشان ما بدي اشوفه. الله عز وجل ما بيحط شرطي على باب الجامع، لا، يضع ما لا تراه العيون. وبيجيك واحد يقول لك لا ما هي امريكا وبريطانيا واسبانيا، يا حبيبي يا حبيبي افهم كويس، لما تبهدل كبيرهم ما هو صغيرهم تبهدل بالعروة، البهدل مش لهذولاك، البهدل مش لهذولاك ترى، لا فهمها كويس، لما تبهدل كبيرهم اللي تحتيه شملته، الكحشة إلنا، الله يا رب يلطف فينا بلطف، كعبتنا سكرت، جوامعنا سكرت، جمعة الجاي ما فيش صلاة جمعة، وكل هذا ولسه في قلوب فيها شيء؟ لا 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 لا، بدها رجعة مع ربنا سبحانه وتعالى. ما ظلكيش قاعدي بالبيت على التلفزيون وتقلب من محطة لمحطة ولاهي وانت مش داري شو اللي صاير معك ولا فهمان شو اللي صاير معك. اللي صاير معك ربك بطرد هالأمة. الكحشة للي بيفهم، اللي بيفهم شو معنى يطرد. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هاي معنى الكلام.